صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صباح الخير والنور والإشراق، صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة، صباح مليء بالحب والتفاؤل والإنجازات على الصعيدين الشخصي والعمل لكم جميعا. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة إذاعة نور دبي. فأهلا وسهلا بكم. حقيقة كما تعودنا دائما نذكركم بأن هذا البرنامج تقدمه لكم الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها، ونطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. فأطيب التحيات مني إليكم، محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج الأستاذ أيمن سرحيل، ومن فريق الإعداد في قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. فكل الأمنيات بأن تغضوا معنا ساعة إذاعية مميزة. مستمعينا، بداية كل حلقة يعني نطرح خبر من الأخبار المميزة، ولكن قبل ذلك نود أن نذكركم بأن في هذا الصباح يعني تم إصدار العدد الثالث، عدد جديد من ملحق البيان الصحي الذي ينطلق كل أحد بتعاون مثمر ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة البيان. في العدد اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار الصحية التي تتناول يعني حياتنا وأنماط الحياة السليمة، إلى جانب عدد من المقالات والدراسات والأخبار المحلية والعالمية والتي تركز على سبل الوقاية والعلاج من مختلف الأمراض. ننتقل الآن إلى خبرنا لهذه الحلقة والذي تطالعنا به وكالات الأنباء. خبرنا يقول: العدوانية تسبب نشوء خلايا عصبية جديدة في الدماغ. تفاصيل الخبر يقول أن العلماء اكتشفوا أن العدوانية تسبب نشوء خلايا عصبية جديدة في الدماغ، وبينت نتائج تجارب مخبرية أجراها علماء من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية استمرت فترة من الزمن، يعني فترة طويلة من الزمن، على ذكور الجرذان المخبرية، أن ظهور العدوانية عندها يرافقه نشوء خلايا عصبية جديدة في دماغها. وقد درس العلماء هذه الظاهرة واكتشفوا أنه بعد زوال العدوانية تنشأ هذه الخلايا العصبية الجديدة عند الجرذان الأكثر عدوانية أسرع مما هي عند الآخرين. وتقول الخبيرة الروسية تاتانيا ميتشورينا أن دماغ الجرذان المتعودة على العدوانية يبدأ يعمل بعد كل ظهور للعدوانية بصورة مختلفة تماما، وأضافت موضحة أنه بعد كل حالة عدوانية كان الجرذ الأكثر عدوانية يخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي، وفي كل مرة كان يلاحظ ازدياد عدد الخلايا العصبية في دماغه. الشيء المثير هنا هو أن الجرذان المخبرية لم تكن تتعارك فيما بينها، بل كانت تكتفي بمهاجمة الحاجز السلكي الرقيق. إذا يا جماعة الخير خلونا شوية نبتعد عن العصبية، لأن طالما أن هي عند الجرذان بهذا الشكل، فأعتقد هذه دلائل ومؤشرات أن ممكن تكون عند البشر كذلك، بحكم أن مثل هذه الاختبارات تبدأ على الجرذان المخبرية وثم يتم تطبيقها على البشر. فنتمنى في كل الأحوال أن نعيش هذا التصالح وهذا التسالم أو هذا السلم اللي بيننا وبين أنفسنا بشكل أو بآخر، لأن حقيقة العصبية شيء سيء. يمكن أنا بعد عصبي يعني في بشكل أو بآخر، لكن الجيد أن الواحد يسوي كنترول قدر الإمكان على أعصابه. عموما
نطلع من هذا الخبر وننتقل حقيقة إلى الحدث الأبرز في إمارة دبي وفي دولة الإمارات، وقد يكون على مستوى المنطقة وما أبالغ إذا كان الحدث الأبرز يعني عالميا، حيث تنطلق يوم غد الاثنين القمة العالمية للحكومات بمشاركة رؤساء دول ومنظمات دولية وبحضور 125 حكومة و3000 مشارك وأكثر من 70 جلسة مختلفة بهدف استشراف حكومات المستقبل. وتهدف القمة العالمية للحكومات تجهيز المسؤولين الحكوميين كافة حول العالم للمستقبل الذي يحمل تغييرات هائلة في كافة المجالات. تبحث القمة على مدار 3 أيام مستقبل 8 قطاعات حيوية، أبرزها قطاع الرعاية الصحية الذي يتناول موضوعات عدة بالغة الأهمية، من بينها ما هو متصل باستخدام التقنيات في هذا القطاع الحيوي، ولا سيما استخدام الروبوتات ومستقبل العلاج عن بعد، وهو أيضا من المواضيع المهمة والمشوقة. حقيقة نحن نركز على هذه المواضيع من خلال هذه المناقشة في هذه الحلقة مع الأستاذة أمان الجسمي، مديرة إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي والتي تتواجد معنا عبر الهاتف، والدكتور محمد الرضا، مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية في هيئة الصحة بدبي. حياكم الله معنا. مرحبا. خير أستاذ محمود. طيب أنا اسمح لي دكتور ببتدي مع أستاذة أماني بما أنها هي متخصصة في تقنية المعلومات. أستاذة أماني، قبل الحديث عن باقة الخدمات والتطبيقات الذكية التي توفرها الهيئة لجمهور المتعاملين، نبغي تعطينا يعني أو توضحين لنا بعض من ملامح التوجهات العالمية نحو الاعتماد على الروبوت في القطاع الصحي. طبعا احنا في هيئة صحة دبي تماشيا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للحكومة الذكية والحكومة التي لا تنام، وكما ايضا من انطلاق من رؤية صحة دبي من في مجتمع صحي وآمن وسعيد، شفنا تقنيات مختلفة خلال زياراتنا في مختلف معارض داخليا وخارجيا في تقنية المعلومات تخدم فئة المرضى أو المتعاملين في القطاع الصحي. فوضعنا رسالة لتخدم لهذه الأهداف، ورسالتنا في هيئة صحة دبي في التحول الذكي وتوفير وتقديم خدمات تقنية ذكية لكافة المتعاملين داخليا وخارجيا، طبعا بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الذكية وأفضل التطبيقات يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية لهيئة صحة دبي وإسعاد الناس في النهاية يعني. وخذينا في اعتبارنا القيم الأساسية للهيئة اللي هي الإنسان أولا والخدمة المتميزة والإبداع والابتكار، فركزنا على هالمواضيع لما شفنا التقنيات الحديثة الموجودة في العالم، ووضعنا خطة استراتيجية للتحول الذكي للهيئة، وطبعا منبثقة من خطة استراتيجيتنا اللي هي في تحسين معايير الجودة في مرافق الهيئة الصحة وخدمة مستدامة ذات كفاءة وجودة عالية. وخذينا في بالنا عشان نحقق هالأهداف، خذينا في بالنا مبادرات مختلفة، مثل طبعا أهم المبادرات اللي احنا ركزنا عليها وشفنا التقنيات اللي تخدم ذلك، مبادرات المشاركة العميل. فشاركنا فحطينا في اعتبارنا ان مشاركة العميل يعني المريض مهم جدا، فمن خلال ذلك احنا قمنا بإطلاق حزمة من التطبيقات الذكية ولفئات مختلفة من مرضى اللي عندنا، ومثل مثل تطبيق طفلي للحامل والطفل، وحياتي لمرضى السكر، وتطبيقات أخرى يعني. وحطينا في بالنا أيضا المستشفيات الذكية والعيادات الذكية، يعني مستشفيات بلا ورق. فبدينا في تطبيق مشروع الملف الصحي الإلكتروني الشامل اللي يتم ربطه مع الأجهزة الطبية، يعني مش نظام إلكتروني قائم بنفسه، لا أيضا مرتبط مع الأجهزة الذكية. هني كونسبت الإنترنت الأشياء وكونسبت الربط بعد الانتجريشن.
عشان تحول القراءات يعني بطريقة مباشرة للملف الصحي. وأيضا إحنا مثل ما أنت قلت بالنسبة للتليميديسن التطبيب عن بعد، إحنا خذينا في بالنا بعد هالتكنولوجيا وبدينا بمشروع للتواصل الإلكتروني بين الطبيب وطبيب مختص من بين في أي مكان وزمان. على سبيل المثال بدينا في مشروع في بين الأطباء الرعاية الصحية وأطباء عيادة العيون في مستشفى دبي لفحص التلال الشبكية، يعني يكون بشكل آني وإرسال الصور المقطعية للعين من المريض من خلال كاميرات ذكية لطبيب من العيادة لطبيب العين حتى يتخذ القرار يعني بشكل سريع. وأيضا قمنا بمشروع ثاني، مشروع لروبوت، عبارة عن روبوت يتجول في مركز الحوادث مثلا في حتى واللي هو بعيد، وعن مركز الحوادث الرئيسي اللي هي مستشفى دبي، وفي حالات طارئة يكون التواصل بينهم يعني بشكل مستمر. وأخيرا وليس آخرا، البنية التحتية شيء مهم جدا، فحطينا في بالنا إن لازم يكون بنية تحتية، إن يكون عندنا مركز بيانات ذات كفاءة عالية عشان نضمن الاستمرارية، فبدينا في بناء مركز بيانات ذات كفاءة عالية. طبعا هاي هي بعض المشاريع موجودة في المبادرات التحول الذكي، بس أنا تطرقت للمشاريع المهمة اللي إحنا بدينا فيها وأطلقنا بعض منها يعني. طيب، هذه بالنسبة للخطط، خطط هيئة الصحة لمواجهة أو لمواكبة حقيقة توجهات إمارة دبي المستقبلية والعالم في هذا المجال. أنت تطرقت السادة للأرقام والبيانات، أنا حقيقة بتناول هذا الموضوع، أتمنى منك يعني سامحين إن شوي ما خليت معانا على الحلقة، بطلع فاصل قصير وبرجع. دكتور بنتكلم عن ارتباط القطاع الصحي بلغة الأرقام والبيانات اللي تحدثت عنها الأستاذة أماني، لكن من بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي تأتيكم مطلع هذا الأسبوع من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. نستكمل معكم أعزائي المستمعين ما توقفنا عنده قبل الفاصل من مواكبة لهذا الحدث العالمي الذي تشهده إمارة دبي غدا إن شاء الله، ونود الإشارة إلى أنه من المقرر أن يصدر عن القمة العالمية للحكومات تقارير عدة بالتعاون مع شركاء المعرفة من مؤسسات البحث العلمي العالمية الكبرى أثناء انعقادها وعلى مدار العام، من ضمنها تقرير الذكاء الاصطناعي وتطور العلوم ومستقبل الحكومات بالتعاون مع The Economist Intelligence يونت، وهي وحدة المعلومات الاقتصادية. ويركز التقرير على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات التي تمتلكها الحكومة والتنبؤ بالأحداث بناء عليها وكيفية دمجه والاستفادة منه في مجالات كافة لتحسين مخرجات القطاعات الحيوية وأبرزها قطاع الصحة ومستقبل الحكومة، وكيف ستقوم الحكومات بتنظيم هذا القطاع والبيانات الحيوية للأفراد وكيفية الحفاظ على خصوصيتها واستخدامها بشكل آمن وصحيح. نذكر بضيوفنا في هذه الحلقة، عبر الهاتف تتواجد معنا الأستاذة أماني الجسمي مديرة إدارة تقنية المعلومات، وفي الاستوديو الدكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية في هيئة الصحة بدبي. حقيقة استعرضنا الخطط أو الخريطة الخاصة بصحة دبي لمواكبة توجهات إمارة دبي المستقبلية والعالم في هذا المجال مع الأستاذة أماني، لكن اسمحوا لي أنا بتوجه عند النقطة اللي توقفت عندها الأستاذة أماني الخاصة بالبيانات والأرقام. دكتور، يا ترى متى ارتبط القطاع الصحي بلغة الأرقام والبيانات؟ أكيد هذا سينتج عنه قرارات سليمة، قرارات مبنية على أسس علمية. خلنا نتحدث في هذا المجال دكتور. ارتبط القطاع الصحي بالبيانات أستاذ محمود يعني من أيام، أنا بأخذك ورا شوية، من 1800
1700 لما كانت الأدوية تكتب للمريض عن طريق شيء يسمونه التايتريشن. التايتريشن هذا كان يوزن وزن المريض ويأخذ الدواء على الوزن. وزن زي. فهذا صار بيانات وزن المريض وحجم الدواء، أو كانت الأدوية كمية الأيام بسيطة. اليوم نحن في مرحلة متقدمة جدا من البيانات تسمى البيانات الضخمة. عندنا اليوم الملف الطبي الإلكتروني، عندنا البيانات اللي موجودة على الإنترنت، وعندنا البيانات اللي موجودة في الليترتشر أو في الأبحاث. هذه كمية كبيرة من البيانات، وأنا سعيد جدا أن أشوف القمة العالمية للحكومات بتكلم عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اليوم دمج هذه البيانات الضخمة وطلع بالفائدة. الفائدة اليوم هي الاستشعار، هي التنبؤ بما سيحدث. بضرب لك مثال بسيط. أنت اليوم إذا بتلف بسيارتك على الشارع، شفت البيانات، شفت المعطيات، وخذت اللف يمين. طيب في هذه الأثناء طلع قدامك أحد المارة، شو بتسوي؟ بتهز بريك، بتغير اتجاهك آنيا. أي صحيح. الأجهزة القديمة لا، بتكمل أو كذا ويمكن تدعم. صح. لكن بالأجهزة الحديثة اليوم لا، في استشعار، في تنبؤ بما سيحدث، قال لك غير مسارك. الطب نفس الشيء، اليوم المعطيات اللي في الطب موجودة ونعرفها، لكن المتغيرات أيضا، حالة المريض ممكن تتدهور في أي لحظة وفي أي حالة. طيب لما تتغير أو تتدهور حالة المريض بعيد وبرا، شو نسوي؟ نقف مكتوفي الأيدي؟ لا، اليوم عندنا الذكاء الاصطناعي وأيضا الذكاء الإنساني. لا ننسى نحن اليوم نحن دور الطبيب جدا مهم، وهذه الأجهزة وهذا الذكاء الاصطناعي مكمل لدور الطبيب. طيب دكتور، بالحديث عن الذكاء بشكل عام، سواء كان اصطناعي ولا ذكاء بشري، أيضا هيئة الصحة يعني قامت بطرح باقة من الخدمات والتطبيقات الذكية اللي وفرتها لجمهور المتعاملين. هني يعني التطبيقات احنا روجنا لها بشكل كبير في هذا البرنامج، لكن بروح عند الأستاذة أماني بتكلم عن الجديد في هذا المجال. أستاذة، شو جديدكم في مجال التطبيقات الذكية؟ احنا التطبيقات الذكية حاليا مش تطبيقات يعني عادية، احنا أضفنا وياها اللي هي wearable devices. يعني مثلا بالنسبة لتطبيق حياتي اللي هي لمرضى السكر، ممكن المريض يستخدم الأجهزة اللي هي لفحص السكري، ويكون إذا كانت ذكية فممكن يتحول القراءات من الجهاز على طول على التطبيق، فيكون في الهيستوري أو موجود للفحوص. فلما المريض يزور الطبيب ممكن يراويه خلال رسم بياني لقراءات، فهذه عبارة عن بيانات يساعد المريض يساعد الطبيب في اتخاذ القرار. فمن هنا احنا ما بغينا يعني يكون تطبيقاتنا تطبيقات عادية، لا، احنا اضفنا فيها اللي هي الانترنت اوف ثينكس، مثل ما قلت لك، اللي هي البيانات من قراءة من اجهزة طبية. فهاي الاشياء الجديدة اللي احنا فكرنا فيها. عموما اصلا اذا في تطبيق الملف الصحي المتكامل، هذا بيكون بيعطي الطبيب كم هائل من المعلومات لاتخاذ القرار. فعالميا باستخدام المستشفيات اللي يستخدمون الملف المتكامل الشامل، يقلل نسبة الأخطاء الطبية ب50%، لأن خلاص المعلومات موجودة والطبيب يقدر يتخذ يعني يتخذ القرار بشكل سريع. يعني حتى ان قلل التكاليف، يعني 35% من تكاليف المرضى قللت في بعض المستشفيات استخدموا فيها التكنولوجيا. 20% وقت اقامه المريض قل. يعني الاحصائيات في العالم تبين ان كل ما استخدمنا المعلومات بطريقه صحيحه يكون اتخاذ القرار بشكل احسن. وطبعا في حين في مثلا هذا الدكتور واتسون اللي هو ذكاء اصطناعي في مجال السرطان، يساعد الطبيب في اتخاذ القرارات وقراءه الجورنالز من اماكن مختلفه. فيعني هذا كله يساعد لها.
صراحة أنا أعتذر، أنا لازم الحين أترككم لأن عندي أنا كنت أصلاً أريد بختم معاك أستاذة ماني، لأن أدري أنك أنت عندك ارتباطات كثيرة في هذا اليوم وما قدرت تتواجدين معنا في الاستوديو، لكن أثرت أنك أنت تشاركين في هذا الموضوع الشيق والمهم. نحن شاكرين لك هذه المداخلة، وإن شاء الله في القادم من الأيام نستقبلك معنا ونتعرف أكثر عن هذا المجال. أستاذة أماني الجسمي، مديرة إدارة تقنية المعلومات، نحن شاكرين لك، شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامة. طيب ما أدري أستاذ أيمن بتعطينا وقت ولا نطلع فاصل ونستكمل؟ نطلع فاصل. طيب أستاذ محمد، نحن منعلق على المواضيع اللي طرحتها أستاذ أماني خلال هذا اللقاء، وأيضا نتناول العديد من النقاط الخاصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المواضيع اللي حقيقة نستشرف فيها مستقبل الصحة في القادم من السنوات، ما بقول الأيام، يمكن والله بيني وبينك لو قلت الأيام بعد ممكن أقول القادم من الأيام. عموما مستمعينا، فاصل ومنواصل هذا النقاش الشيق والجميل، فابقوا معنا. صحة وسعادة، الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة، والذي يعني هذه الحلقة التي تطرقنا لها إلى موضوع غاية في الأهمية، حيث تنطلق يوم غد القمة العالمية للحكومات بمشاركة رؤساء دول ومنظمات دولية وبحضور 125 حكومة و 3000 مشارك وأكثر من 70 جلسة مختلفة بهدف استشراف حكومات المستقبل، والتي تهدف من خلالها القمة العالمية للحكومات تجهيز المسؤولين الحكوميين كافة حول العالم للمستقبل الذي يحمل تغيرات هائلة في كافة المجالات. كنا في يعني الفقرات السابقة في البرنامج طرحنا العديد من المواضيع في هذا المجال، خاصة في مجال في المجال الصحي، وكانت معنا الأستاذ أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات، وما زال يتواصل معنا الدكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية في هيئة الصحة. دكتور، يعني تناولنا مع الأستاذ أماني خطة صحة المستقبل لمواكبة توجهات إمارة دبي المستقبلية والعالم في هذا المجال، ولكن خلنا نعود الآن إلى لغة الأرقام والبيانات، أهمية مواكبة القطاع الصحي لتلك الطفرة المذهلة في التكنولوجيا والمعلومات، وأيضا أين نحن من هذا التوجه العالمي بالنسبة للحديث عن البيانات والمعلومات والذكاء الاصطناعي اللي ذكرته. طال عمرك دولة الإمارات العربية المتحدة دائما في خضم الحدث وقائدة للحدث. أنا أحب أنوه بس المستمعين أن الإيكونومست انتليجنس يونت التقرير اللي طلع منها، دولة الإمارات تتصدر العشر دول اللي يبحث الباحثون عن تقدمها اليوم، وفي هالعشر دول بتحصل الصين والهند. نتكلم عن ضخامة دولتين هائلتين، ونتكلم عن دولة الإمارات. اليوم في سبب لأن الباحثين يبحثون عن معلومات عن دولة الإمارات، هذا شيء يثلج الصدر. شفافيتنا عالية، بياناتنا موجودة، وسنتقدم وسنقود. اليوم الفلسفة الموجودة في الحكومة أن خلنا ننتقل من البيانات الخام إلى تحليل البيانات إلى النصح والمشورة للقادة، لصناع القرار والمتخذي القرار عندنا في الدولة وفي الحكومة. طيب بنضيف إليها طبقة أخرى اللي هي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اليوم بياخذ كمية البيانات الهائلة وبيعطينا استشعار وتنبع عن ما سيحدث. يا جماعة يجب أننا نتحرك في هذا الاتجاه قبل أن لا يحدث الشيء. نطبق هذا الكلام على المرض. اليوم المرض له متغيرات كثيرة والمريض له متغيرات كثيرة. طيب نتكلم عن مرض السرطان بعيد وبرا. مرض السرطان اليوم في كمية هائلة من البيانات الموجودة أساس نعالجه بدقة ونغلبه. الذكاء الاصطناعي اليوم خدمنا أن مش بس نوصل للتشخيص الأدق بل للعلاج الأفضل والأسرع. المريض اليوم خلنا نخلصه بسرعة، السرعة اليوم مطلوبة. خلنا نبحث عن البيان، نوجده، نوجد الحل، نوجد العلاج، المريض يرجع
مش أي نوع من المريض، نحن نتمنى أنه يكون مريض سعيد، شخص سعيد، شخص بروداكتيف، منتج، زين، تفخر به الدولة، بحيث أنه نرفع نحن اليوم من اقتصاد الدولة، نرفع اليوم من الجي دي بي للدولة عن طريق هذا المريض. بالضبط، أنا هذا اللي كنت أبغى أتكلم عنه، يعني تقريب الصورة لتعريف المستمعين بجدوى هذا التوجه العالمي وما تمضي في هيئة الصحة في دبي من أجل جمهور المتعاملين معها. دكتور، جمهور المتعاملين اليوم فلسفتنا نحن في إمارة دبي وفي هيئة الصحة بدبي يأتي من فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله، في فلسفة دبي الذكية اللي هي السعادة للشخص اليوم بعد 20 سنة. اليوم هذا المريض له متطلبات معينة، وهذا المريض يعني له عناية خاصة، يعني يجب علينا أن نحن نسعى له بجهد أكبر حتى أساس أن نوصل لسعادته ولصحته بطريقة متميزة. أختصر عليه الوقت، أختصر عليه وتكلمنا قبل حتى أنه يدور الباركينج بطريقة سهلة وسلسة، يوصل الدواء إلى منزله. هذه فلسفة كبيرة وعظيمة من سيد صاحب السمو، بحيث أن المريض اليوم أصبح مع الشخص السوي. أقدر أقول نحن دائما نتكلم عن الكواليتي أو الجودة، اليوم الجودة المتطلبة جدا عالية لخدمة هذه الفئة من المجتمع. جميل. طيب دكتور، نبغي يعني تفاصيل أكثر حول ما تقوم به الهيئة في مجال المعلوماتية الصحية وخدمة المرضى. بدينا طبعا بتوجه من قيادة هيئة الصحة بدبي بتطبيق الملف الإلكتروني الذكي بالنسبة لخدمات هيئة الصحة بدبي اللي هي مستشفياتنا والعيادات اللي موجودة تحت هيئة الصحة بدبي. أيضا هناك توجه أسمى وأكبر بربط إلكتروني على مستوى الدولة. هالمشروعين اليوم ستنتج عنهم بيانات ضخمة. بتقول لي شو بنستفيد منها؟ لا، بنستفيد كثير، بنوصل إلى الذكاء الاصطناعي، بنوصل إلى التنبؤ، بنوصل إلى مرحلة بإذن الله متقدمة. أنا ما أقول بعد سنوات، يمكن تكون بعد فترة بسيطة، وخلال هذا الأسبوع في القمة العالمية للحكومات بنشوف كثير من الأشياء اللي تطمح لها الحكومة في دولة الإمارات بحيث أنها تقود العالم من ليس فقط بالصحة ولكن جميع الاتجاهات. طيب أنا بس هني عندي إضافة دكتور بالنسبة للذكاء الاصطناعي، بس عشان أبسطها شوية للمستمعين. هنالك يعني الشركات الكبيرة، إذا ما نتكلم عن جوجل، ما نتكلم عن أمازون، ما نتكلم عن تويتر وغيرها من الشركات هذه اللي حقيقة تستخدم هذه القاعدة من البيانات وهذا القاعدة من المعلومات اللي موجودة عندهم في تطوير الخدمات اللي يقدمون. على سبيل المثال أمازون اللي قاعدة البيانات اللي عندهم يتوقعون كذلك للكاستمر أو العميل وين رايح، شو السلع اللي يحتاجه، بناء على شو، بناء على الصورة اللي تكونت عندهم من خلال العمليات السابقة اللي صارت. فهذا باختصار يعني وجهة من أوجه الذكاء الاصطناعي اللي نحن ماشيين فيه. طيب دكتور، هيئة الصحة في دبي مؤخرا نظمت اجتماعات لكبار المسؤولين في العالم في المعلوماتية الصحية. نبغي نعرف شو اللي استوى في هذه الاجتماعات وشو الأهداف اللي تم يعني رسمها من خلال هذا الاجتماع والتوصيات اللي طلعت. طبعا اختيار مدينة دبي لهذا الاجتماع كان شيء مثلج للصدر الصراحة. أنا أقول لك خبراء من جميع العالم جو يتكلمون عن المعلوماتية الصحية عندنا في هيئة الصحة. التوجه اللي كان عندنا اليوم، نحن في طفرة معلوماتية كبيرة. صحيح. طيب الموارد البشرية في جميع المؤسسات لما تيجي بتختار شخص المعلوماتية الصحية كيف بتختاره؟ هل في أسس؟ هل في جوب ديسكريبشن؟ هل في نموذج معين؟ هذول الخبراء يلسوا عندنا في هيئة الصحة لمدة يومين وطلعوا بنتائج واقتراحات للموارد البشرية اللي هي نواة المعلوماتية الصحية. اليوم نحن نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، بس لا ننسى الذكاء البشري والإنساني، هذا جدا متطلب لأن الموهبة مطلوبة في هذا المجال. اليوم حددنا مسارات هذه الموهبة بحيث أن الطالب يتخرج من الثانوية يدخل إلى الجامعة وعقب يحصل على وظيفة، فهذا المسار جدا مهم، وهذه استدامة المعلوماتية الصحية من خلال الأشخاص، من خلال الموهبة المتطلبة. سهلنا على كثير من الموارد البشرية في كثير من المؤسسات اليوم
طريقة عملهم، والنتائج كانت جدا طيبة، واليوم هذا التقرير صدر صح من دبي وسيقود العالم. جميل دكتور، أنا برجع كذلك إلى التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في القطاع الصحي. يمكن نحن يعني تشرفت كذلك بمرافقتك كذلك في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، طلعنا فيها على آخر التجارب في هذا المجال في عام 2015. لكن دكتور يعني شفنا تكنولوجيا جديدة، شفنا استخدام الروبوت في عمليات معينة ونسبة النجاح يعني تصل إلى ما أتذكر 99.9% يمكن من الدقة. نعم. متى ممكن نشوف هذه التكنولوجيا موجودة في هيئة الصحة إذا ما كانت موجودة؟ موجودة، تكلمت الاختماني عن الروبودوك، تكلمت عن الملف الطبي الإلكتروني. طبعا يجب أن نبتدي من مرحلة هذه البداية أصبحت اليوم ممكنة، زين عندنا البيانات موجودة ولكن والتوجه موجود. باقي التكنولوجيا جدا سهلة إذا توفرت البيانات وتوفرت الموهبة الصح. اليوم هيئة الصحة في دبي وبالتوافق مع مدينة دبي الذكية يعملون سوا على منصة إلكترونية ذكية بحيث أنها تخدم الشخص لتتوصل إلى سعادته، مش فقط إلى صحته بل إلى سعادته. جميل، أنا والله في مسجات يعني أتصور هي تابعة للبرنامج البث المباشر لأن في شغلات ما فهمتها يعني ما أدري أقراها ولا لا، أيمن ما أدري كانوا يتكلمون عن فرم اللحم في حينه وكذا، ما أدري يمكن هذا الموضوع طرح أبو عمر في برنامجه ما أدري. عموما نرجع حق محور حديثنا دكتور، القمة الحكومية تركز على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، ذكرت أن الصحة ماضية في هذا الاتجاه، يا ترى إلى أين؟ إلى أين؟ الصحة دائما تعتمد على 4 محاور في تطبيق أي شيء. ثق تماما أن الشيء إذا بيرفع الجودة بينزل من معدل الخطأ الطبي، بيزيد من السرعة، وبيقلل التكلفة. هذا شيء هيئة الصحة تعتزم أن تطبقه، سواء ذكاء اصطناعي أو ملف طبي إلكتروني أو أي شيء. اليوم البيانات تنزل لك هذا كله، أو ترفع الجودة أو تنزل الخطأ الطبي أو ترفع السرعة وتنزل التكلفة، ترفع الكفاءة بشكل عام. طيب ليش نتكلم عن البيانات في الصحة؟ الصحة بيئة خصبة للبيانات، فيها كثير من البيانات من وقت دخولك المستشفى إلى خروجك، من وقت دخولك العيادة إلى خروجك، بيانات تطلع سواء دوائك، الديموغرافية الشخص، التشخيص، كل هذه بيانات. طيب اليوم جمعناها في ملف طبي إلكتروني، ممتاز، ولكن اليوم في مثل ما قلت لك الأبحاث موجودة، المعلومات اللي موجودة على الإنترنت أيضا كبيرة كم هائل. إذا جمعناها في ذكاء اصطناعي، وأنا صراحة أشكر شركة IBM لأنها طلعت بتطبيق جدا ممتاز اسمه واتسون، في حد يسميه دكتور واتسون، لأنه قدر يجمع بين هاي الداتابيسز كلها ويستخلص تشخيص. هذا واتسون غير عن شارلوك هوم؟ لا غير عنهم بس التسمية ما أعرف ليش يسموه واتسون، لكن اليوم حد من قوة واتسون يسمونه دكتور واتسون. واتسون قدر يتغلب على كثير من يعني البرامج الأخرى في الطب، وقدر صراحة يدخل في مجال بعيد برا مجال السرطان ويعطي تشخيص أدق وعلاج أفضل وسرعة فائقة. وهذا مستخدم عندنا في هيئة الصحة حاليا، غير مستخدم في كثير من المنشآت العالمية، ولكن تطبيقه في البيتا اللي هو التجريبي. نحن نتمنى أن هيئة الصحة يعني أن أول ما يجهز الواتسون، تطبيق الواتسون، أن نكون نحن من أول الهيئات اللي تستخدمه، لكن نحن متابعين لسيرة. وأنا أتوقع أن حتى في يعني علاجات أخرى أو أمراض أخرى بتطلع تطبيقات مثل واتسون أو أفضل. طبعا هذا استثمار هائل من قبل IBM، يعني لا ننسى التكلفة بالمليارات اليوم. وأنا أحب أقول إنه وأذكر أيضا أن واتسون ما رح يغلب الطبيب أو ما رح يستبدل الطبيب، واتسون رح يكمل دور الطبيب في التشخيص الأسرع والعلاج الأفضل. إذن هي 4 نقاط ذكرتها دكتور، اللي هي الجودة، الدقة، السرعة، وأيضا تخفيض التكلفة. واللي هي بشكل عام تحقق الكفاءة في المنتج الخاص بالخدمات اللي موجودة في الرعاية الصحية الأولية
أو الرعاية الصحية بشكل عام. بشكل عام. طيب دكتور، ما أدري في نقطة من النقاط أنا ما ركزت عليها أو حاب أنك أنت تضيف فيها؟ هي نعم، اللي هو الربط في علاقة بين أشياء نحن ما كنا عارفين أن في علاقة ما بينهم. مثلا علاقة هذا المنتج، زين، علاقة الماء أو أي منتج بطل الماء عشان المستمعين، بس بطل الماء مثلا بمرض معين. البطل الماء موجودة وبيانات المرضى موجودة. خلني بس أفسر بطل الماء، يعني يا جماعة قنينة الماء عشان اللي ما يعرفون شو يعني بطل. زين، البيانات المنتج موجودة، بيانات المريض موجودة، وبيانات الجينوم عن المريض أيضا موجودة. طيب في علاقة بين الثلاثة؟ يمكن تطلع في علاقة، علاقة بين نسبة الصوديوم في الماء، علاقة بين المريض وبين الجينومك، العلاقة الجينية اللي في المريض. طيب شو بنطلع به؟ هل نطلع بأنه شيء زين أو شيء مو بزين؟ أي نتيجة؟ بيقول لك مثلا لا، أن الصوديوم وايد أو قليل لا يأثر على صحة نبض القلب مثلا، ولازم أن المريض يقلل منه. طيب هاي علاقة قبل ما كنا نشوفها، شمعنا اليوم طلعت. اليوم كمية البيانات الموجودة واستطاعتنا لتحليل البيانات هاي بقوة هائلة، قدرنا اليوم نوصل لعلاقة ما كنا نشوفها قبل. أيضا دكتور، الشيء المهم جدا في عملية تحليل هذه البيانات سرعة التحليل. السرعة مطلوبة طال عمرك، لأن ما أدري أنا إذا أنت دخلت كمرافق لمريض بعيد برا وكذا، بتشوف أن المرحلة الصعبة في الصحة وفي مرحلة علاج المريض هي مرحلة الانتظار. سواء كان ينتظر على كرسي الانتظار أو كان ينتظر نتيجة تحليل، هني بيقول لك المريض السرعة مطلوبة. ليش؟ لأنك أنت بتقلل عليه الخوف، بتقلل عليه الفترة اللي هي مو بعارف شو بيسوي، في خوف من اللي مو بعارف شو النتيجة، خايف من مستقبله، خايف من على صحته، خايف على مستقبل أولاده، فهني السرعة مطلوبة. طيب دكتور، يعني كلمة أخيرة تبغي توجهها، إذا ما كانت كلمة أخيرة في هذا الموضوع، خلنا نشوف شو الأشياء الجديدة اللي ممكن نشوفها خلال الأيام القادمة في المجال الصحي، ممكن نستعرضها معاك وأيضا في القطاع الصحي في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص. بإذن الله إن شاء الله على مستوى دولة الإمارات بيكون الملف الطبي الموحد، هذا سيخدم شريحة كبيرة من المجتمع في تسهيل حياتهم وتوفير بياناتهم بدقة وبسرعة آنية، بحيث أن نخدمهم بطريقة ما لها مثيل. اليوم المريض بيتنقل بين، إن شاء الله التوجه الموجود أن المريض يتنقل بين المستشفيات الحكومية والخاصة بطريقة سلسة على مستوى الدولة، وفي هيئة الصحة أيضا نعتزم إنشاء نفس المنظومة، وبدينا فيها عن طريق الملف الإلكتروني الذكي اللي هو مطبق حاليا وبادي تطبيقه. هذه كلها رح تخدم المريض بطريقة جدا سلسة، بحيث أن نوصل إلى سعادة كشخص. نهتم وايد بجانب السعادة، ونهتم وايد بالمريض كشخص، يعني ما أقول مميز، ولكن خدمته لازم تكون متميزة بحيث أنه يتغلب على هذا المرض. المريض أوردي هو موجود في مرحلة ممكن نقول صعبة من حياته، نبغي نخفف عليه الألم، نبغي نخفف عليه المرض هذا، وجانبنا نحن جانب البيانات نتشرف بخدمة المريض من هذه المنظومة وهذا المنطلق، بحيث أنه نقدر نوفر البيان بسرعة لاتخاذ القرار بسرعة أيضا، وهو جانب مهم جدا في عملية توفير العلاج وتطوير الخدمات الصحية، جانب توفير البيانات بشكل سريع وسليم. دكتور محمد الرضا، مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك تواجدك معنا في الاستوديو. العفو أستاذ محمود، ونتمنى لكم التوفيق دائما. إذا مستمعينا، نعود نذكركم أن القمة الحكومية سوف تنطلق إن شاء الله في يوم غد الاثنين
بمشاركة رؤساء دول ومنظمات دولية، وتبحث على مدار 3 أيام مستقبل 8 قطاعات حيوية أبرزها قطاع الرعاية الصحية، والذي يتناول حقيقة مواضيع عدة بالغة الأهمية ذكرناها أثناء سير الحلقة، منها ما هو متصل باستخدام التقنيات في هذا القطاع الحيوي ومستقبل العلاج عن بعد وغيرها من المواضيع الأخرى. أيضا نذكركم مستمعينا كذلك اللي حاب يطلع على بعض الأخبار الشيقة حقيقة، اليوم تم يعني إصدار الملحق اللي يخرج مع صحيفة البيان اللي هو ملحق البيان الصحي، واللي يطلع كل أحد، اليوم العدد 3. هذا الملحق انطلق بتعاون مثمر ما بين هيئة الصحة بدبي وصحيفة البيان، في عدد اليوم في مجموعة متنوعة من الأخبار الصحية اللي تتناول أنماط حياتنا الصحية والسليمة، إلى جانب المقالات والدراسات والأخبار العالمية اللي تركز على سبل الوقاية والعلاج من مختلف الأمراض. يعني خذوا نصيحتي، حاولوا تطلعون على هذا الملحق سواء عن طريق النسخة المطبوعة مع صحيفة البيان أو حتى من خلال موقع البيان اللي هو البيان.ae، بتشوفون في لينك خاص بالبيان الصحي. كذلك نحن من خلال حساباتنا على التواصل الاجتماعي DHA_Dubai نستعرض أهم المواضيع اللي تم طرحها في هذا الملحق، وأيضا تقدرون ترجعون للأعداد القديمة كذلك اللي حاب يطلع عليها. وأيضا دكتور بعد أنت كنت منور الملحق في في ملف العدد. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم، في الختام لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيوفي اللي شاركوني هذه الحلقة، سواء الأستاذ أماني الجسمي أو الدكتور محمد الرضا، وكذلك الشكر موصول لفريق الإعداد في قسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لمخرجنا اليوم الأستاذ أيمن سرحيل، وتقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.